مساء الخير. هذا الفيديو راح نتعلم كيف اعمل باسورد اذا حد حاول يستخدم الاوتبوند روت عشان يعمل مكالمة خارجية على خط البدالة. ممكن اخلي البدالة تطلب باسورد لاي مكالمة خارجية بتتم، وهاد بفيدنا لو انا عندي خط دولي مركبه على البدالة. اي واحد بحاول يعمل مكالمة دولية او يستخدم خط البدالة، البدالة تطلب باسورد من المستخدم قبل لا يتم الاتصال. اول اشي هندخل على البدالة عن طريق الويب انترفيس. زي ما احنا شايفين هون عندنا البين سيتنجز، اد بين ليست، ضفا سميناها انترناشونال، ريكورد ان سي دي ار لو بدنا تقارير المكالمات نشوفها. ممكن اكثر من باسورد نفس الوقت، اي باسورد المستخدم بحطه بيقدر يستخدم الخط. بعد هيك الـ outgoing rules رح اسمي outbound route فرضا international، زي ما احنا شايفين هون password international، يعني اي واحد بحاول يستخدم خط الخارج عن طريق هذا الـ outbound rule البدالة حتطلب الباسورد، والمستخدم لازم يحط اي باسورد حطيناه بالبين ليست اللي عملناها. فرضا انا عندي خط دولي حامل 00، لازم ننتبه .00. لازم ننتبه انه strip يكون فاضي وليس 2، لانه 00. لازم تنبعث مع الرقم. هاي الحالة لحظة بس، زيرو زيرو دوت انترناشونال. لو فرضنا هذا هو الخط الدولي، في هاي الحالة اي اكستنشن اتصل على رقم دولي 00962 فرضا او 00966 واتصل على الرقم، خلال الاتصال قبل لا يتم الاتصال البدالة حتطلب من المستخدم الرجاء ادخل الرقم السري. زي ما شفنا هون احنا حطينا 3 كلمات سر، لازم هذا المستخدم يحط واحد من كلمات السر. بعد كلمة السر راح يحط رمز مربع للتأكيد، وبعديها حيتم الاتصال. وهيك بهذا الفيديو بنكون تعلمنا كيف اعمل باسورد للاوتجوينج رول لو انا عندي خط انترناشونال، او حابب احط كلمة سر لاي استخدام للرقم الخارجي او رقم الوزارة الموجود بالبدالة على بدالة الزونتل S2400. شكرا.